أهلا بكم في أبواب القرآن، رحلة يصطحبنا فيها الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. الحوار في القرآن، يمكن الحوار قيمة عظمى من قيم الإنسانية، يعني بالحوار بنتفاهم، بالحوار ممكن تبقى في قضايا معقدة جدا ومتشابكة جدا، لكن الإنسان لما بيدخل في حوار منطقي وعقلاني بتتحل كتير من المشاكل. في مساحة كبيرة جدا في القرآن الكريم في الحوار، يعني ربنا تحاور مع إبليس، سيدنا إبراهيم تحاور مع النمرود، في حالة حوار طول الوقت في القرآن. باب جديد من أبواب القرآن الكريم ندخل منه اليوم مع حضرتك، ماذا تقول عن هذه الحالة الحوارية الكبيرة في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما تفضلت الحوار مساحة واسعة جدا في القرآن الكريم، لدرجة أن رب العزة جل جلاله يحاور إبليس، وحوار بين الله والملائكة، وحوار بين الإنسان والإنسان يضربه الله عز وجل نموذجا، والحوار بغض النظر عن الاتفاق في المعتقد أو الاتفاق في الفكر، يعني قد نكون مختلفين في المعتقد، وهنا يقرر القرآن حقيقة الحوار. عجيب جدا أن تقرأ في القرآن أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني لو جيت تنظر للمعتقد، النبي على الحق صحيح والمشركون على باطل، لكن جاء الحوار أن تدخل إلى القضية وأن تخالي الذهن من أي فكر مسبق، وكأننا أمام إرساء قاعدة، قاعدة تجريدية للحوار، وهي قمة هذه القاعدة بين الرسول عليه الصلاة والسلام والمشركين. هو يعلم أنه على الحق وهم على باطل، لكن عندما يحاورهم هو يدخل إلى الحوار، يعني الطرفين قد نكون يعني قد أكون على حق أو على باطل. ولذلك جاء كما يقول علماء اللغة بأو التي تفيد الإبهام، وإن أو إياكم لعلى هدى، يعني في واحد مننا احنا الاثنين على هدى والآخر في ضلال مبين. لم يقل لهم من أول أمر أنا على الهدى وأنتم في ضلال مبين. وده يجرنا بقى للواقع. المشكلة الآن لما بنيجي نتحاور، كل واحد داخل بفكر مسبق ان هو يملك الحقيقه وان هو اللي على الحق. يعني مثلا تجد مناظرات استمعنا اليها بين علماء او بين دعاه وبين ملحدين، فتجد من بدايه الحوار الشيخ او الداعيه داخل مستعلي على انه على الحق والاخر على الباطل، والاخر على الباطل. يبقى المنطق يقول ففيما الحوار؟ اذا كنت انا معتقد اني على الحق وأنت على الباطل ففيما الحوار؟ واحد يقول لي يعني أدخل إن أنا معتقد إن الله مش موجود في الحوار؟ أنت تدخل القضية تتساوى. والله إذا قادنا البرهان العلمي والعقلي إلى أن الله سبحانه وتعالى موجود، يبقى أنت أفحمت اللي قدامك وجدلته وأثبتت له أنه على باطل. وإن هو وصل لك بالبرهان إنه غير موجود يبقى هو ألزمك بالحجة. فالنقاش لابد أن يبدأ هكذا. إذا كان الحوار في القرآن الكريم إن إحنا ندخل من أول القضية واحد على الحق والتاني على الباطل، فلا قيمة للحوار. فهنا الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نيجي الآية تانية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هنا أدب آخر، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ومن هذا يذكرنا أيضا بأن بعض المفسرين فسر الحكمة بالسنة، وهذا خطأ. لو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة يعني الحسنة، يعني بالسنة. فالحكمة هنا معناها السنة، هنا وضع الشيء في موضعه. أما تفسير الحكمة في القرآن على أنه السنة خطأ. ربنا يقول لقد اتينا لقمان الحكمه، فمش معناه اتينا لقمان السنه، انما الحكمه هي وضع الشيء في موضعه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه،
الكلام اللين الذي يحول العدو إلى صديق، مش بالغلظة مش بالشدة. ففي بعض الدعاء تجد وهو يدعو بيعبر عن طبيعته القاسية الغاضبة، فتجد أنه يرسل صواعق ويتكلم أن الناس في جهنم وأنه العذاب والله يحيق بكم ويدمركم. القرآن مش كده، لما الكلام الحوار ده مع المخالف ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، الكلام اللين اللي حتى انتوا لو ما اقنعتوش بعض يبقى بينكم ود، يبقى بينكم علاقة طيبة. وبعدين بالموعظة الحسنة في جدال، والقرآن يسمي الحوار جدال. وجادلهم بالتي هي أحسن. وحاورهم بالتي هي أحسن، يعني أحسن بيقولوا في اللغة العربية أفعل تفضيل. يعني إذا كان هناك طريقين في الحوار، طريق حسن وطريق أحسن، استخدم الطريق الأحسن. ولذلك بقى في علم الآن في الأزهر بيدرس أدب البحث والمناظرة، فيذكر لك في نهاية العلم ده الآداب التي ينبغي أن تكون في الحوار. ما ترفعش صوتك، ما تخليش اللي قدامك ما تعرضوش لغاية ما يتم دليله ويتم كلامه، ما تستهزأش بيه، ما تعرضش عنه، ما تستصغروش، كل دي أدب. ما تستفزوش. طبعا كل ده يعني وضعوا العلماء في أدب البحث والمناظرة. اللي احنا نفسنا نتعلمه الآن إن احنا نطبق ده في الواقع. إنما لما تشوف الحوارات التي تحدث تصل إلى التشاجر ومد الأيدي والسب ورفع الأصوات من الآخر من غير طائل، ده ليس هو الحوار الذي يريده القرآن الكريم. طيب لو خدنا نماذج لهذا الحوار، اللي هي مقاصد الحوار في القرآن إذا جاز التعبير، عندي الحوار بين الله وبين إبليس، ثم الحوار بين الله وبين الملائكة، ثم كما أشرت يعني حضرتك أنه في حوار بين الإنسان والإنسان، الحوار بين الله وإبليس. يعني أنا مثلا، ما هو أنا عارف أن الله حق وأنه الشيطان عدو وخصم، أنا بمنح مساحة أو منحت مساحة في النص القرآني لإبليس أنه يتحدث عن دوافعه، أو يتحدث هو ليه ما سجدش لآدم، أو هو ليه بيسلك هذا الطريق. وطرح إبليس، وكما تعلم حضرتك في بعض الناس بيعبدوا إبليس ويمجدوه ويأخذوا منه إله، بل أنه يعني حاشا لله بعض الطوائف بتساوي أن هناك إلهين، الله إله الخير وإبليس إله الشر. يعني هذه المساحة التي منحت لإبليس في القرآن كيف تراها؟ أول حاجة المقصد عموما، الهدف من الحوار إظهار الصواب. وذلك العلماء يفرقوا بين الحوار أو بين المناظرة وبين المكابرة وبين المجادلة، لكن ده أربع حالات. ثلاثة. المناظرة يعني الحوار، المناظرة، المجادلة. المجادلة والمكابرة. لما نيجي للمجادلة هنجد ان القرآن استعملها بمعنى الحوار، يقول وجادلهم بالتي احسن. الجدال هنا بمعنى الحوار. طيب ايه بقى المكابرة؟ وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. نعم. حوار. نعم حوار. ايه بقى المجادلة؟ ايه بقى المكابرة؟ المكابرة اني اتحاور معك، انا لا اريد ان اصل الى الصواب، انا اريد الجدال فقط، ده منهي عنه. إنما المأمور به هو المناظرة. ليه الهدف من الحوار أو من المناظرة أو من المجادلة؟ الوصول إلى الحق. يبقى أي جدال إحنا لا نبغي من ورائه، نبغي مثلا من حوار إن أنا أظهر أني أعلم منك، أظهر من الحوار إن أنا رجل عايز أسفهك، كل ده مش مقصد قرآني. مقصد القرآن أن نصل إلى الحق، دي نقطة. النقطة الثانية في حوار ربنا لإبليس، وكما تفضلت نحن نعلم أن الله هو الحق وأن إبليس الباطل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنه لا يوجد إيمان بشيء إلا عن قناعة، ولا يوجد مصادرة على الأفكار، ولا يوجد مصادرة على الدليل. لو أن ربنا ما حورش إبليس ربما يقول واحد طب ممكن كان عنده دليل، لما لم تفسح له المساحة. لكن ربنا أعطى إبليس هذا الحوار لكي يعبر عن ذاته،
يعبر عما استند إليه، وإذا كانت أدلته عن آدم أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. صحيح هذا قياس فاسد، لكن هو عبر عن عما يعتقد، عما يعتقد. وربنا أراد أن يبين لنا الأمر ليس كما يظن. إنك أنت عندما تسجد لآدم أنت لا تسجد لطين، أنت لا تسجد لتراب، لأنه قال له أنا خير منه، استجابة لأمر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ربنا بيقول له لا، أنا أمرتك أن تسجد لآدم لأنه فيه السر الإلهي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا إن ربنا أراد من إبليس أن يسجد لآدم للسر الإلهي الذي وضعه الله في أبينا آدم. وبعدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني اسجد وخروا له ساجدين لآدم لما فيه من السر الإلهي. ما عرفش أقول، كان هناك تفسير غريب وعجيب من الدكتور حسن حنفي رحمه الله، إنه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، قال هذا من الفعل فقع، فهي مش من الفعل فقع ولا من الكذا، فقعوا يعني فقعوا له ساجدين، انزلوا يعني انزلوا وخروا له ساجدين. هو كان فسر فقعوا انه الفقع يعني من الفقع. فطبعا اللي هي ماخوذه من الفعل فقع، يعني بمعنى فقع العين او فقع الحجه او شيء من هذا القبيل. وممكن يكون ده دلاله ان فقع العين الرمزيه بتاعتها انك بتغمض عينك وتستجيب للامر دون ان تفكر، ده يمكن لكن لكن هو الكلمه لا تدل على هذا. الكلمه في سياقها فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين يعني خروا له ساجدين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اراد من هذا الحوار ان يقول لك اترك الخصم يعرب عما بداخله. وذاك في البحث والمناظره بندرسه يقول لك اترك الخصم حتى يتم دليله. علشان اذا كنت عايز تنقضه او تعارضه في دليله سيبه الى ان يتم دليله، لكن انت تجد الان قبل ما الواحد يتم نص الجمله التاني حتى في البرامج التلفزيونيه احيانا كثير تلاقي يجي يتكلم فتلاقي التاني داخل عليه. ما ده مش من روح المناظره. فربنا عاوز ان ابليس يعرب عما بداخله وتبقى ادلته ويبقى عبر عن ذاته، علشان يوم القيامة يبقى أنت عبرت عن ذاتك. وذكر ربنا يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم للشهادة ديت، قال لك حتى والصحف تنشر ليه، قال لك حتى لا يكون للعبد حجة أمام الله إنه هذا كتابك وهذا ما فيه وهذا أنت الذي صنعته. رغم أنه يعني ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومع ذلك مفيش يقيم الشهود عليك والحجة حتى لا يبقى لك معذرة. فده الحوار بين ربنا وبين إبليس. كذلك الحوار بين ربنا سبحانه وتعالى وبين الملائكة. وبين الملائكة يعني هنا في دلالة أخرى للحوار. لأنه يعني إذا كان هو ربنا أدار حوار مع من تمرد عليه، وزي ما حضرتك قلت انه اتاح له الفرصه انه يتحدث، هنا حوار مع من اعلن الخضوع والطاعه. نعم. فما كانش في حاجه الى حوار، لكن اجرى حوار. اجرى حوارا لانه يريد في هذا ان يقول للملائكه هناك من هو اعلم منكم. وهناك من انا علمته ويعلم ما اشياء انتم لا تعلمونها. وانا لي حكمه في هذا. لذلك لما وعلم ادم الاسماء كلها. طبعا الاسماء كلها دي برضو من الاراء التفسيريه في كتير في خلاف حواليها، ويقول لك علموا، قالوا يا ادم هذا بحر وهذا نهر وهذه ارض وهذه كوبايه وهذا كان طبعا، انما ممكن نكون علموا اسرار الكون وعلم ادم الاسماء كلها، او علموا الدلالات التي يستطيع أن يبني عليها مستقبلا يفهم من خلالها وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا بقى الله عز وجل في هذا الحوار أراد أن يظهر مزية خلق آدم.
لماذا خلق جنسا آخر من غير جنس الملائكة؟ لأن الملائكة لا تظن أنهم الأفضل وأنهم الأعلم، فأراد الله بهذا أن يبين أن هناك جنسا آخر خلقه الله عز وجل. طب هل يمكن أن نأخذ من الفارق بين الحوار الله مع إبليس وحوار الله مع الملائكة؟ إنه في الحوار الأول إنه ربنا يعني يعلمنا أن نتيح حتى للخصم أن يستوفي حجته، نعم، وإنه أنا أستمع للآخر مهما كان ما يقول ومهما كانت قناعتي ومهما كان شأنه بإنه ومهما كان شأن صغيرا أو كبيرا. نعم. هل الحوار مع الملائكة ليه دلالة أخرى إنه حتى لو كانت لي سلطة الأمر على أحد فلا بد أن أقنعه؟ يعني بالضبط هذا الله عز وجل أراد أمرين. الأمر الأول أن يقول للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، في حكمة في هذا. والأمر الثاني أنتم لستم أعلم الخلق ولستم أفضل الخلق، ممكن أن أخلق خلقا آخر. وذاكم برضو الآية دي في إشكال عند المفسرين، لما ربنا خلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هم بمقياسهم إن إحنا اللي بنسبحك ونحن الذين نقدسك ونحن نطهرك ونحن نسبح بحمدك، والخلق الآخر ده بيفسد في الأرض وبيسفك الدماء، بتخلقه ليه؟ هنا بقى الإشكال إنه هل كان هناك خلق قبل آدم؟ من أين علمت الملائكة هذا؟ يعني من أين علمت الملائكة أن هذا الجنس البشري سيفسد ويسفك الدماء في الأرض وسيسفك كان الدماء؟ هناك إفساد وسفك للدماء قبل ذلك. بعض المفسرين بقى يعني عنده جرأة قال هذا بلا شك اعتراض من الملائكة على الله، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الجمهور أو الأكثر قال لا، هم بيستفهموا أنت تجعل فيه يعني هذا السؤال على سبيل الاستفهام وليس الاستنكار. طب إذا كان السؤال على سبيل الاستفهام من أين علمه؟ تعرف حضرتك أنه في دراسات كتيرة جدا فرق بين أنه آدم والإنسان، وأنه آدم ليس هو ده الذي أريد أن أشير أول إنسان على الأرض. هو ده الذي أنا أريد أن أشير إليه. إذا كان السؤال على الاستفهام، إذا هناك خلق آخر يسفك الدماء ويفسد في الأرض. يعني أقصد أقول إنه هذه الآيات تحتاج إلى نظر وإعادة نظر وفكر. والبعض يقول لا هو اعتراض. طيب وفي هذه الحالة كيف يعترض أو كيف تعترض الملائكة على الله؟ بيقول إنه ده ربنا منحه للخلق أن تعترض وأن تفهم وأن تستفهم وتسأل ليه. هي دي القيمة اللي بقول لحضرتك عليها بفكرة إنه أنا حتى لو بمتلك سلطة على أحد، ما هو أنا ربنا يعني اسجدوا لآدم فاسجدوا لآدم وخلاص دون إيضاح. نعم. ودون أنه حتى يقول لهم أعلم ما لا تعلمون، لأنه هذه حجة لإقناعهم. نعم. ولكن أنه حتى إذا كانت لي سلطة على أحد فأنا ما بصدرش أمر نهائي أو بصدر أمر وخلاص، أنا لابد أن أقدم له ما يقتنع به. ده اللي القرآن عمله. يعني ما لهمش إني أعلم ما لا تعلمون بس. لا، ده عرض الأسماء على الملائكة فما عرفوش اللي علم الآدم. فلما عرض عليهم ما عرفوش. قالوا سبحانك هنا ننزهك، أنت فعلا تعلم ما لا نعلم. فكان هنا الحوار في النهاية وصل إلى قناعة عند الملائكة. يعني كما تفضلت كان ممكن ربنا خلاص يرغمهم إني أعلم ما لا تعلمون وانتهى الموضوع، بس إنما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. فإن وقفوا عاجزين، ما دام وقفوا عاجزين يبقى ألزموا بالحجة. وده كله في النهاية أن الله في هذه القصة يريد أمرين، يريد أن يعلمهم أن هناك جنسا آخر يعلم ما لا تعلمونه أنتم، وأني أنا صاحب الحكمة فيما أفعل، فأنتم ما عليكوش إلا التسليم. طيب كان ممكن يبقى الأمر هكذا من الأول، لكن جاء دخلهم الامتحان إن صح التعبير، دخلهم غرفة الامتحان وعرض عليهم الأسماء التي علمها لآدم. طيب يعني إذا أخذنا خلاصة للأمر وحددنا مقاصد الحوار في القرآن، يعني لماذا جرت هذه الحوارات، وإحنا ذكرنا في يعني تفاصيل حديث حضرتك، لكن إذا لخصناه في نقاط محددة إنه الحوار
في القرآن الكريم يدلنا على واحد اثنين ثلاثة؟ يدلنا على أن الإنسان يعبر عن نفسه، ومن ثم فله قيمة، وإلا لو لم تكن له قيمة ما ذكر الله له الحوار. ده الأمر الأول، إن الإنسان يعبر عن نفسه. الأمر الثاني إن الإنسان يعرض أدلته حتى ولو كانت غير مسلمة، حتى لو صح أن أقول حتى لو كانت تافهة. اعرض أمرك واعرض رأيك. يعني مفروض واحد ما يستعليش على حد بيتكلم معاه. يبقى الإنسان يعبر عن ذاته. نمرة اتنين، الإنسان يعرض أدلته. الأمر الثاني، إحنا نتعلم أن يصغي بعضنا إلى بعض. إذا كان الله بكبريائه وجلاله أصغى واستمع إلى آدم، واستمع إلى إبليس، واستمع إلى الملائكة، واستمع إلى امرأة تجادل في البيت في أمر زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. في شأن صغير جدا، في قضية في حكم الظهار، لما الرجل قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي، وده كان في الجاهلية قبل أحكام الظهار، كان طلاقا باتا. فالمرأة ذابت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن لي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتم إليه ضعوا. قال ما أراك إلا قد حرمت علي. تجادل معاه ويقول ما أراك إلا قد حرمت علي. قيمة الحوار هنا إيه؟ أن الله عز وجل ينزل تشريعا يحل المشكلة، يحل المشكلة. فبرضو من ضمن أغراض الحوار في القرآن أننا ننهي على المشكلة. فلما نتباحث ممكن ربنا يلهمك أو تفكر في حل القضية التي نتنازع فيها أو التي نتحاور فيها. فدي كلها قيم من قيم الحوار في القرآن الكريم. طيب، جزء مهم جدا أنه يعني بنبحث فيه مع حضرتك، لأنه تم تغييب هذه القيم بشكل كبير، يعني تم تغييبها إلى درجة كبيرة، وده اللي يمكن عامل مشكلة تدخلنا في قضية عايز برضو نطرق بابها من خلال القرآن الكريم. لأنه عدم الحوار بهذا الشكل خلف وراءه قضية كبيرة اللي هي قضية التكفير. يعني عندما يطرح أحدهم رأي أو يطرح اجتهاد ما أو يقول رأيه حتى في قضية، فبتجد أنه يصدر الحكم عليه بتكفيره أو بإخراجه من الملة أو بإهدار دمه وبإهدار دمه. ووصل الأمر إلى اغتيال بعض المفكرين أو محاولة اغتيال آخرين. فأعتقد أنه غياب قيمة الحوار كان سبب من الأسباب الأساسية لهذه القضية، اللي يعني بستأذن حضرتك تكون محور حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. التكفير وكيف نقرأ هذه القضية على ضوء قراءتنا للقرآن الكريم وعلى ضوء بحثنا عن تفسير جديد للقرآن الكريم. بشكر حضرتك الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، وشكرا لحضراتكم. عندما اجتهد طه حسين وقال رأيا كفروه، لأنه هو يعتقد أنه وحده الذي يمتلك الحقيقة. حاول فرفودة أن يجتهد أو أن يقول شيئا قتلوه، لأنه كما يقولون التفكير يترتب عليه التفجير. وحتى عندما قدم أدبنا نجيب محفوظ أولاد حارتنا حاولوا ذبحه. هل الإسلام يقبل التفسير الماركسي؟ هو ليه هناك خوف من الاجتهاد؟ ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. احنا لقينا كتب في مرحلة معينة يقول لك اشتراكية الإسلام أخطر حاجة يعني فعلتها الجماعات الإسلامية والجماعات المتطرفة. أعلنوا للناس بطريق مباشر وغير مباشر أنهم أصحاب الحقيقة. قضية التكفير كيف تراها، ومن أي باب من أبواب القرآن ندخل إليها؟